Bell Cut. الكرة البعيدة البحث عن قلب الهجوم مصطفى محمد وستر الجهة اليسرى اشرف بن شرقي اللاعب المغربي يحاول يمر اشرف مازال عنده الكرة الان اشرف بن شرقي في المراوغة والمحاولة عنده الكرة الان رجع للخلف لمحمد عبد الشافي في المراوغة والدخول محمد هيلا وبا با 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 جول يا سلام يا للروعة جول تهتز الشباك في الثواني الاولى وجول يوسف اوباما يفعلها ويسجل اول اهداف القلعة البيضاء الزمالك الملعب يهتز يا لها من بداية جول في الدقيقة الثانية ويا له من جول يا لها من توزيع ويا لها من راسية وجول الزمالك يفعلها ويفتح مجال التسجيل يوسف اوباما يسجل اول اهداف المباراة شكرا لله وبعد ذلك شكرا لك على هذه اللوحة الرائعة جدا والجول الرائع بالراس اوباما يفعلها ويهز الشباك ويدخلنا في المباراة على طول منذ البداية ولكن الذي فعلها محمد عبد الشافي على الجهة اليسرى والمراوغة قديرة توصل لمن غيت في القائمة الثانية عليها قبل ما تخرج الضغط سيكون رهيب وبالراس وطار وحمدو والدفاع اوباما اللاعبون التوانسة سيحتجون على حكم المباراة يقولون فيه لمسة يد الحكم يقول حتى ولو كانت فهي غير متعمدة نعاود نتذكر بالقانون في كل مرة اي نعم ممكن يصفرها خلونا نشوف اي 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 اي, أي, أي. راح اعتقد في اتجاه الكرة والمسها بيده هنا نشوف اذا كان متعمدة ام لا اي 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 اي, أي, أي. خلوني طولتوا علينا قالوا له لا نريد ان نتحمل المسؤوليه تعال ياخذ كامل وقته بينالتي 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 الحكم يقول خلوني انا الذي اقرر بينالتي ام لا التقنيه ماذا قالت سيد الحكم التقنيه ماذا قالت سيد الحكم اوه ضرب جزاء ضرب الجزاء يقول حكم المباراة فارس عبد الرؤوف بن غيد يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء بن غيد بن غيد بن غيد بن غيد وسجل جول يا سلام عليك يا بن غيد في الزاوية اليسرى يعدل النتيجة للترجي 1-1 في النتيجة الآن الزمالك والترجي التونسي وتبتلق المباراة من جديد ويبعث اللقاء من جديد عبد الرؤوف بن غيد الجزائري يعد للفريق التونسي على المصري بهدف مقابل هدف بعد ركلة الجزاء التي صفرها حكم المباراة 9 دقائق لعب الترجي 1-1 ما العمل الآن بالنسبة للزمالك بالنسبة للترجي لا أعتقد بأنه سيتراجع السؤال الذي يطرح الآن على الزمالك كيف سيكون حاله الجماهير الزملكاوية يعرفون حال الزمالك عندما يكون متقدما ويعرفون حاله عندما يكون متأخرا في النتيجة ويعرفون حاله بعيدا لوترة بالرأس وترة توصل لبونسو في الوسط في نهاية المطاف معين الشعباني كان عنده حق انه اقحم بونسو ضيعتها يا بونسو بن شرقي راح بن شرقي راح عنده الكرة الان يمر بن شرقي كرة صعبة كرة صعبة كرة صعبة وكرة صعبة با 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 جول اشرف بن شرقي جاءكم من الدار البيضاء مر عبر تونس وصل الدوحة عبر القاهرة وسجل هنا في الغرفة جول ولا اروع يا اشرف بن شرقي انطلق بن شرقي دخل بن شرقي راوغ بن شرقي سدد بن شرقي سجل والزمالك صار متفوق يا بنصو في وقت شكرتك مر بن شرقي راح بن شرقي دخل دفاع تراجع محمد علي اليعقوبي تراجع شوف الخطا الذي ارتكبه هنا بونسو وبعدها تبعه معي محمد علي اليعقوبي كيف تراجع امام بن شرقي مر من امام ورجع وين رايح يا يعقوبي وين وين راجع يا محمد يعقوبي على يسار الحارس معز بن شريفيه الزملكاويه يفعلونها امام الترجي بفضل المغربي اشرف بن شرقي بروعه على يسار بن شريفه جول هدفان مقابل هدف صارت النتيجة الآن
عبد الرؤوف بن غيت، عبد الرؤوف راح عبد الهوني يفضل الكره البعيده، تغطيه دفاعيه تسترجع من طريق بن شرقي، يلعب عليه وناجم منطلقه سريعه من اوباما، اوباما اوباما راح وناجم، اوباما يوصل عليه وناجم راح موش بتسلل الكره صعبه وخطيره لصالح الزمالك، تلعب عرضيه كره جول كره جول كره جول كره جول كره جول، با 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 جول. الزمالك يتوج بكاس السوبر، كرة جول كرة جول كرة جول، جول ثالث ولا أروع. جماهير الزمالك جنونها، جماهير الزمالك تنفجر في ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة. يا سلام، جول ثالث يضربهم بالثلاثة، الزمالك بروعة في هجمة معاكسة، ويا له من جول. واحد اثنان ثلاثة، الزملكاوية يطيح بالترجي ويفوزون بالثلاثة، لعبة بالمليمتر وهدف ولا أروع. 3-1 صارت النتيجة، فعلها أشرف وسجل ثنائية. يا سلام، فرج فعلها أشرف وسجل هدف رائع. 3-1 صارت النتيجة للزمالك أمام الترجي في لعبة معاكسة بدفاع منظم دفاع قوي، الزمالك يفعلها بالترجي ويسجل الثالث. 3-1 في الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة. مشاهدي الأفاضل، أشرف بن شرقي عالي وبرت من الاطراف، ما عطاش الفرصه للزمالك. هنا جبل ان ينطلق بالكره، يساعد التعادل والتعادل والتعادل، اي صاروخ هذا، اي كره هذه، والناشر يرد على الجزائري. اذا كان الترجي سجل عن طريق بنغيت الجزائري، فان الزمالك يعدل عن طريق المغربي ونجم. 1-1 والفريق الزملكاوي يتمكن من ادراك كره التعادل. خفيفه من مسافه بعيده، النجم يلعب الكفة. 1-1 والفريق الزملكاوي يرجع للمباراة. يتنفس الفريق الزملكاوي بهدف النجم، هدف التعبيل بعد كورة مباغتة، بعد كورة صوبها بغاية الدقة والتركيز. شوف الآن كنترول، انتظر وصلت كورة قوية، كان متقدم الحارس بن شرقية. هدف مقابل هدف في هذه القمة العربية. بن شرقي من جديد، اشرف بن شرقي، فرجان الساسي يلعب كره في اليسار عند زيزو، زيزو لعب الشافي، عرضيه من عبد الشافي، زمالك في هجمه سريعه في كره خطيره، والهدف الثاني والهدف الثاني، الزمالك يسجل، الزمالك يسجل الهدف الثاني عن طريق زيزو. زيزو يضع كره في المرمى وسط اعتراض من لاعبي الترجي، زيزو يسجل ثاني اهداف الزمالك، نقاش واعتراض من لاعبي الترجي، والحكم رضوان شيد الورقه الحمراء، سيشر الورقه الحمراء المغربي، نقاش من لاعبي الترجي يطالبوا بخطا. يعني كنا نتمنى ان تنتهي المباراه دون ان نشاهد الورقه الحمراء. الحمد لله، امبار شفت الورقه الحمراء تخوفت، امبار في وجه بن شرقيه. نتمنى هذا اللقاء العربي ينتهي بكنف الروح الرياضيه. الورقه الحمراء تسجل حضورها، الورقه الحمراء تسجل حضورها، يطرد لاعب الترجي. الترجي كامل المباراة بعشرة، نقاش من لاعبي فريق الترجي.
إذن يطرد لاعب الترجي والهدف يحتسب. باب العصاب مطلوب في هذه اللحظات في هذا التوقيت. نقاش مجرب مجد تراوي ومعين الشعباني. ترجي فرحة جمهور الزمالك بتالي الأهداف. الزمالك يتقدم 2-1. هذا لعب عادة لثاني أهداف الزمالك. زيزو لعب الشافي كورة داخل منطقة الجزاء. كان طالب بخطأ. هدف عن طريق بن شرقي. بن شرقي اللي سجل هدف. بن شرقي وليس زيزو. معذرة. بن شرقي صاحب الهدف الثاني. والترجي كان يطالب بخطأ. في المرتين كان يطالب بخطأ. أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك المغربي. ثاني أهداف الزمالك بإمضاء بن شرقي. الثانية من الوقت بدل الضايع. عبد الله جمعة ينفذ ركلية بسرعة. كرة عند بن شرقي. يراوغ بن شرقي. بن شرقي ضربة جزاء. ضربة جزاء حسبة الحكم بن شيط. بن شرقي بذكاء يجيب ضربة جزاء. بن شرقي بذكاء يجيب ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع. يعني تقريبا سيناريو سوبر الافريقي يتكرر اليوم في استاد القاهرة. ولكن طرد اكيد اثر في الترجي. الترجي اللي كان رافض تماما الهدف اللي سجله فريق الزمالك كان يطالب بخطأ. الان بن شرقي صاحب الهدف الثاني فريق الزمالك يجيب ضربة جزاء في تدخل كامل شمس الدين دوابي. بذكاء بن شرقي يجيب ضربة جزاء وفرصة الهدف الثالث لفريق الزمالك. محمود علاء في مواجهة معز بن شريفية. محمود علاء يتصدى للركلة. آخر كرة في المباراة أكيد. محمود علاء في أي زاوية سيختار؟ هل ينجح المعز أم يوفق محمود؟ نتابع الركلة. محمود. محمود علاء في الشبكة. والثالث أهداف الزمالك. يضع كرة على يمين معز بن شريفية. عكس اتجاه حارس مرمى الترجي. الزمالك 3 الترجي 1. 3-1 لصالح الفريق المصري. صحيح يعني تقدم للزمالك بفارق هدفين ولكن لا ننسى نهائي تشامبيونز ليج 2018 ايضا الترجي خسر من الاهلي 3-1 والريمونتادا في ملعب رابس. 3-1 صحيح تفوق لفريق الزمالك ولكن في لقاء اياب. في لقاء اياب وفي 90 دقيقة في رابس. الزمالك 3-1 يكرر الانتصار من جديد على الترجي. 3-1 في الدوحة. 3-1 في القاهرة. الزمالك يقلب المباراة في الشوط الثاني ويسجل هدفين ويحقق الانتصار ب 3-1. اوباما يا ولد العيب يلم السلية يلم مرة تانية حطها حلوة قوي هناك في الشمال خالص. هاني هنا عليه مجهود مضاعف. داخل من شاري داخل من شاري داخل من شاري. خطيرة خطيرة خطيرة. وهوبا والهدف. وهوبا والهدف. وهوبا والهدف. حلوة 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 يا ولد يا زيزو يا ولد يا بن شرقي. روعة 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 روعة. ليه بقى الجنب اليمين فاضي؟ فاضي ليه؟ لان هاني بيكمل مش هيلحق يرجع. احنا ما بنتكلمش كلام من فراغ. احنا عارفين بنقول ايه. الكرة كانت واضحة جدا جنب الاهلي اليمين ما فيهوش غير واحد بس محمد هاني. مش ممكن مجدي قفش عنده القدرة ان يروح في الشمال ويخش يصنع في الوسط ويغطي في اليمين. كانت النتيجة ان هاني كان متأخر. عبال ما وصل كان شاري بحرفان عد 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 عرضية والولد واقف في المكان والزمان في المكان والزمان. حلوة 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 حلوة. بن شرقي روعة روعة روعة. عرضية مش عايزة حاجة جوه الشبكة. الهدف الأول. يا نهار أبيض. وهي وهوبا ولسه وهي وهوبا والهدف والهدف. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ هدف مستحق. برافو عليك يا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم يستحق السلامة. روعة 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 روعة. سيب القائم ما عملكش حاجة يا ابو جبل. القائم ما دخلهاش. اللي دخلها هو اللاعب الكبير ياسر ابراهيم. حلوة حلوة حلوة. في الدقيقة 62 ياسر ابراهيم على وسط الملعب مرة تانية. طرزان طارق حامد على يمينه
لا حازم امام، حازم هيرفع، هيرفع عرضيه على صدره وهوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليكم على جمالك، يا نهار ابيض عليكم على جمالك يا مصطفى، مش ممكن مش معقول. حلوه 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 مصطفى محمد، روعه 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 يا مصطفى. ايه الجمال يا ابني ده، ايه الحلاوه دي مصطفى محمد يا واد يا سمارة يا غايب من زمان، امتى راح نشوفك وتفرح الجيران؟ ده انت فرحت الدنيا كلها يا مصطفى، كل الزملكاوية وكل حبايبك وكل ناسك اتعاملت من حازم امام. روعة روعة روعة، مصطفى على صدره، اي 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 اي، حلوة 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 بشماله، روعة الروعة روعة. ادي مصطفى، مصطفى دي حاجاته في الحتة دي مصطفى، وحازم امام اللعيب بالمقاس وروعة على صدره، روعة واللفة روعة والنطرة روعة الروعة يا مصطفى. حلوة 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 حلوة، لا اسمعنا كلنا واحنا بنقول لك روعة يا مصطفى، انت يا ابني راس حربة مصر اللي جاي، انت راس حربة مصر اللي جاي. حلوة هيتجنن اكتر، وجمهور في المنازل هيتجننوا اكتر واكتر، وانا ممكن اتجنن برضو. خطير 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 خطيرة، هوبا 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 هوبا. اسامة فيصل، اسامة فيصل الناشئ الواعد الصاعد، يا نهار ابيض يا محمد يا شناوي، نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا اكسلانس. خلصت الليله، خلصت الليله بالثلاثه، خلصت الليله بالثلاثه. حلوه 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 حلوه، اسامه فيصل الهدف الثالث، روعه روعه روعه. لكن اركن لي بقى اسامه فيصل على جنب وشوفوا الكره دي هتتلعب ازاي. بص الولد الشقي اشرف بن شقي، بن شقي حطها حلوه. بص 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 ده عمل ايه، بص ده عمل ايه، ونجم عمل كل حاجه، ونجم عمل كل حاجه، واسامه فيصل في المكان والزمان. لكن هو ده، هو الولد ده، هو الولد ده شفاها وخطها حلوه قوي قوي، وطلع الشناوي بره اللعب خالص خالص خالص، طلع بره الشغلانه وحطها روعه 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 روعه. برافو يا كارتيرون، برافو يا كارتيرون. كرة ممتازة والخطورة والتسويق، جول! النسور الرجوية، النسور الرجوية المغربية يا سادة اتعلق في سماء الكرة المصرية، الرجاء المغربي مالونجو يوزع في القائم الثاني وفرجاني التسويب، والدفاع يرد ويصد، الصد والرد مرة أخرى، فرجاني جول! يا فرجاني يا فرجاني يا فرجاني يا محقق كل الأماني، هو هو الفرجاني بقوة الهندسة يا زمانك يا مدرسة، قالوا فيك أشعار وأشعار يا فرجاني يا مغوار، أبيض وأحمر مجمل لونك، هات فنونك هات جنونك، ما فيك شيء كبير، حاضرك مع الفرجاني مثير، ماكيتن جاي يحكي مع الفريق المغربي الزمالك. ورجع الكرة لنادي الزمالك إسلام جابر، ويعدي بامتياز زيزو، الزيزو يوزع وبالراس، جول 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 جول، فانا مصطفى محمد، الزمالك في الدور النهائي، الزمالك في نهائي الاحلام برأسية بكل الامان، للطاير 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 مصطفى محمد، هدف من اجمل ما يكون، ابيض واحمر يا سلام، احمر وابيض في كل مكان. شوف فنيات ساسي وكره بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، وفيها جول فيها جول، الهدف الرابع، جول على طريقه رونالدو، زيزو زيزو زيزو، بونو بونو
زيزو بونو، الهدف الثالث لنادي الزمالك بغيار طبيعي للدفاع المغربي بالمجازفات الطبيعية للكرة المغربية. من كان يقول بعد نهاية الشوط الأول وأن الزمالك سيقلب الدولة على الرجاء البيضاوي؟